أو الثالثة، الفازة الثالثة، هي كثير من القضايا الإسلامية الداخلية، كقضية الخلاف الداخلي والخلاف المذهبي. طرأ هذا الخلاف المذهبي طرأ بعد الثورة، بعد الثورة رأينا وسمعنا كثير من الجدل بخصوص مذهب فقهي ومذهب عقلي والصلاة بالقبر وبرد الإنسان واتجاه القبلة وانحراف القبلة، الحجاب، النقاب، وقت صلاة الجمعة، هل وقتها أول وقت ثاني، مرجعية العلماء، في علماء، ما في علماء، من هو العالم الحقيقي، من هو غير العالم الحقيقي. نوازل جديدة طرأت بعد الثورة، وكلكم يعلم هذه القضايا وهذه المسائل، أليس كذلك؟ في ناس في زرت مسجد مساجد فيه اضطراب يصلوا 20 ولا 30 سنة في اتجاه قبلة، قيل له بعد الثورة أنها ليست قبلة حقيقية. فتسأل وناس يعني تحتار اسم وش الحكم الآن؟ الصلاة صحيحة ولا ما صحيحة؟ القبلة صحيحة ولا ما صحيحة؟ لأن الإنسان يصلي 20 سنة وبعد كده صلاة الباطل صحيحة مشكلة. قضية النقاب، النقاب شرع ولا ما هو شرع؟ الحجاب، في كثير من الناس ما يعرف الحجاب قضية إسلامية. الحجاب ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. كلمة العلماء تلقي الموقف القضية. الحجاب هذا يعني 14 قرن في بلاد العرب الإسلامية، وكان أمر مسلم به، ما في نقاش أصلا. ما تجيش واحد يناقش في الصوف ولا يناقش في الصلاة. لكن لأسباب معينة صار جدل، واللباس لعله يكون مربوط بالآداب والفضائل مش بالأحكام. ربما الحجاب هذا ما هوش مربوط بالعقيدة ومر فيه خلاف، وحتى إذا كان الحجاب شرعي بالشكل الموجود إلى كلام كثير. قضية هذه القضايا الإسلامية الداخلية لابد من الأجوبة عنها، وسنجد فيها الأجوبة. قد نجيب عن بعض الآن، قد نجيب عن بعض في وقت لاحق، لأن الأمر يقتضي بعض البيان العلمي الدقيق والبسيط. نؤكد كما قلنا سابقا على الوحدة الإسلامية، نؤكد على الأخوة الإيمانية، نؤكد على الاعتصام الذي يشبع ولا يفرق، يبني ولا يهدد، لأن نحن أمام مرحلة حساسة مصيرية. نحن إذا دخلنا في مهاترات مذهبية وفي مجادلات في المساجد وقبلة ومش قبلة وقبل الإرسال، وإذا لم نحسن التصرف مع هذه القضايا فسنفوت الخير الكثير، ونكون اهتممنا بجزئيات وضيعنا كليات. والدين والمنطق والعقل يقول الكليات مقدمة على الجزئيات، والأصل الجمع بين الكليات والجزئيات، لكن إذا تعارفت الكليات مع الجزئيات فإننا نقدم الكليات على الجزئيات، نقدم الأصول على الفروع، نقدم المصالح الدائمة على المصالح المؤقتة، نقدم الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية على التفرق المذهبي والتعصب المذهبي. هذا منطق في الدين وهذا منطق في العقل، وأي فقه إسلامي أو تدين إنساني لا يقوم على هذه الضوابط والقواعد ففيه نقص وفيه سهو وفيه إخلال، وليس هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو المنطق في القرآن والمشهد العام في الأمة، المشهد الإسلامي العام في الأمة، والحقائق الدينية المركوزة في القرآن في السنة وما عليه منهج النبوة المبارك وما عليه منهج السلف الصالح، أنهم يقدمون الأولى ويؤخرون ما هو على خلاف الأولى، أنهم يقدمون الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية على الاختلافات الفرعية التي لا أثر لها في الواقع الآن، والتي تحتاج إلى نقاش وإلى مناظرات وإلى تحصيل علمي وأدبي وعلمي. يعني كالذي جاء يسأل أحد الفقهاء في مكة، قال له ما حكم قتل الذباب في بيت الله الحرام؟ قالوا عراقي أنت؟ قالوا نعم. قالوا تقتلون الحسين بن علي ولا تسألون عن حكم الله فيه، وتسألون عن قتل الذباب في بيت الله الحرام؟ يعني ما في منطق. يعني القبلة، يعني المهم القبلة فيه كلام العلماء، ويعني وقالوا في العلماء الفقهاء قالوا عن القبلة، قالوا الاتجاه إلى القبلة اتجاهان إثمان، اتجاه إلى عين البيت واتجاه إلى جهة البيت. فالاتجاه إلى عين البيت هذا يقع في صحن بيت الله الحرام عندما تكون البيت أمامك،
إلى عينها إلى ذاتها. أما إذا كنت خارج صحن البيت وأنت في مكة خارج المسجد الحرام أو في مدينة أخرى فيكفيك أن تستقبل جهة البيت لا عين البيت. والجهة ليست العين، الجهة هي الاتجاه العام للبيت، وقد ينحرف قليلا في اليمين أو قليلا في اليسار. ولذلك العلماء تحدثوا عن الانحراف اليسير عن البيت، عن عين البيت يمين أو شمالا، وأرجعوه إلى نصوص وإلى قواعد. فمن النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ومن القواعد قول العلماء: اليسير معفو عنه، والقليل تبع للكثير، وغلبة الظن معتبرة في الأحكام، والدين مبني على اليسر والسهولة. في موضوع اليسر والسهولة بمعنى أنك تلتفت إلى اتجاه البيت، ما تدق بالضبط وتجيب مهندس في قيس الأراضي وتحط بالضبط النقطة اللي بشيلها، لأن لو فعل هذا ما تقيس لها أصلا ولا تكلف وتلطش الدين. كالذي يصلي خلف الإمام، يعني لابد أن اللهم إني نويت صلاة الظهر صلاة على مذهب الإمام مالك خلف هذا الإمام المالكي الذي يعتمد رأي النبي زيد القيرواني، اللهم إني نويت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جورها، مو بجبس وعلى من هو خارج المدينة أن يراعي الفلك التوقيت، اللهم إني نويت صلاة الظهر صلاة مودة وخاشع قد لا أعود إلى أهلي وبيتي ودخل إليه وأقول يا أخي فعل الله حبب لي الفلك الحسن، ويضيع ربع ساعة هو في النية. يعني مش هذا التكلف، هذه زيادة في الإقامة للصلاة. مرة كنت في النقاش في متى يقوم المصلي إلى الصلاة؟ أعند قول المقيم أم قد قام الصلاة أم عند قول الله أكبر أم عند قوله لا إله إلا الله أم قبل ذلك أم بعد ذلك؟ ونقاشا عريضا وطويلا. فأحبتهم على ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه في كتابة بداية مجدد يقول يقول الأمر مسبوط عنه بالشرعي، يعني ما فيه ضبط زمني في الإقامة متى تقوم، في أن تقوم عندما يقيم المقيم. وما دام ما فيه ضبط زمني، ما دام الأصل على إطلاقه، وهذا هو الأنسب والأفضل عنه، لأنه فيه ناس يقومون في الأول، فيه ناس يقومون في الآخر، وفيه ناس يقومون قبل، والأمر فيه ساعة حتى في حركة المرور يخلوا شوية إنسيابية، يعني مش نقطة واحدة تخرج الناس، ثم الناس تخرج صناعة، تخرج صناعة ونص، تخرج ساعة يسميه الانسيابيه المروريه، هذه ملحوظه. ما تقوم الناس دفعه واحده يتدافعون ويتزاحمون، والشيخ الكبير كيف يسيبهم في تلك اللحظه، والطفل الصغير ينكس في الوقت. يعني طرأت في المجتمع بعد الثوره قضايا اسلاميه في الداخل الاسلامي، الخلاف المذهبي، وتحدثنا في موضوعات في دروس على ادب الاختلاف بين المسلمين، وقلنا بان الاختلاف المحمود جائز بين المسلمين، وهذه قضية معروفة وقديمة، وعلماء الأمة كلهم كانوا متأدبين، وكان أحدهم يتمذهب بمذهب ولا ينكر على من يتمذهب بمذهب آخر، بل كان الحنفي يصلي خلف المالكي صلاة المالكية ومع مراعاة المذهب السائد حتى لا نعطي الفرقة في المجتمع، وإلى آخره. يعني قضايا كثيرة معروفة، قضية وقت الجمعة، وصار جدل لا بد أن جميع المساجد تصلي في أول الوقت. نحن نقدر إخواننا الذين يقولون هذا، هذا هو الأفضل في الصلاة، وهذا الذي عليه السنة وعليه السلف. لكن أيضا في أقوال أخرى مهمة وضرورية وتناسب بعض الأوضاع. نحن إذا ألزمنا إخواننا بالصلاة في أول وقت في الساعة الواحدة مثلا، كيف سيصنع الذين يخرجون من الإدارات والمصانع ساعة ثانية ولم يتمكن في الإجازة؟ ما في يوم الجمعة يوم إجازة، وما في ناس تخرج صغار، فإنك ستحرم خلقا كثيرا من إدراك صلاة الجمعة. فلنقول الأفضل أن يصلي الإنسان في الوقت الأول لمن كان قادر على ذلك، ولمن لم يكن قادر على ذلك فيصلي في الوقت الذي يناسبه طالبا أنه في الوقت المشروع. وإن كان ذلك خلاف الأولى وخلاف الأفضل، لكن أن تفعل خلاف الأولى وخلاف الأفضل مع أن تحضر صلاة الجمعة أفضل من أن تترك
الأسرة كلها طمعا وسعيا إلى الأفضل، وليس هذا الأفضل موجود أصلا ولا يحصل أصلا فيكم. الأفضل لمن يقدر على ذلك ولمن يحصل هذا الأفضل، لكن إذا كان ما في أفضل، نحن نعلم علما يقينيا أو نظن ظنا غالبا أنه فيه الذين يخرجون من المصانع والمعامل والشركات الساعة الثانية ولا يستطيعون الخروج قبل ذلك، فإنهم لن يصلوا صلاة الجمعة، فكيف نحن نصلي صلاة الجمعة؟ ثم المسألة فيها ساعة دينية وفيها خلاف قديم. أنا قبل قليل كنت أقرأ ضابط ضوابط الفقه الإسلامي، كنت أراجعه، هل صلاة الجمعة صلاة مستقلة يعني قائمة بحالها بذاتها، أم هي بدل عن صلاة الظهر؟ قائمة بذاتها. ولذلك وجدت يعني كلام عند العلماء وقد اختلفوا في هذه المسألة، منهم ومن كبار العلماء ومن أئمة المذاهب، منهم من يقول أن صلاة الجمعة صلاة بحيالها أو بحالها، يعني هي صلاة خاصة يوم الجمعة لها أحكام خاصة بها ليس كأحكام الظهر في سائر الأيام، ومنهم من قال أن صلاة الجمعة هي بدل عن صلاة الظهر أو عوض عن صلاة الظهر فتأخذ أحكام صلاة الظهر، فإذا قلنا بأنها كصلاة الظهر تأخذ أحكام الظهر، ومن بين أحكام الظهر حكم وقت صلاة الظهر، ووقت الظهر فيه وقت اختياري ووقت ضروري، وفي الوقت الاختياري في وقت أفضل وفي وقت باطل وفي وقت مفضول، فعلى فيه ساعة، فلماذا نغير واسعا؟ ونحن نحترم جميع هذه الآراء والأقوال، وهي منسوبة إلى السلف وإلى الخلف، وكل رأي له دليل وله معتبر وله مدرك شرعي، والساعة الإسلامية تقتضي أن نقر هذه الساعة، الأمر فيه فسحة، وما دام الأمر فيه فسحة وفيه سعة، فلماذا نغير هذا الواسع ونعطل هذه الفسحة؟ يقول لمن سفيان الثوري في قولة مشهورة، يقول إن ليس الفقه، يقول إنما الفقه، قول جيد ذكر، إنما الفقه هو الرخصة من الثقة، سفيان الثوري، إنما الفقه هو الرخصة من الثقة، رخصة شرعية يعني فيه ساعة شرعية من الثقة من العالم الحاذق الخبير الذي يخاف ربه سبحانه وتعالى، إنما الفقه هو الرخصة من الثقة، أما التجديد فيحسنه كل واحد، أما التجديد فيحسنه كل واحد، يعني أنت عندك دار قطر تجيب بنان، قل له عندي دار قطر، شو يقولك البنان؟ يقولك أحسن حاجة طيح البلد وعمل دار جديدة، هذه أي واحد يقدر عليها، لكن الحاذق الخبير يعطيك حل، صلح حاجة ليس من تخطر ويعطيك طريقة مهمة يوفر عليك فلوس وجهد، فما ذي طيب أحسن حاجة طيب الدار وعاد المجدي لو ما عادش تخطر الدار بإذن الله، كلام مش معقول يعني. على كل احنا نتحدث الآن عن علم